النهارده جاي لنا اهم ضيف في القناه هنا، والمهم دلوقتي ان سندريلا متوحشه وعايز تاكل بني ادمين، فانا خايف على الضيف اللي جاي ده وخايف انها تاكله بصراحه. المهم دلوقتي انا هحاول ان انا اجيب لها شويه اكل تاكلهم قبل ما يجي عشان خاطر ما تبقاش مفترسه ومتوحشه. فتاكد تعمل لايك شير في القناه وتفعل الجرس عشان نوصل 100000 مشترك في اقرب وقت، ويلا بينا نصحي يعني فتاك وتفاح. ايه انت ولي انت ولو من هنا هتاكل ايه؟ بصي ايوه حد يصحي حد كده نايم عماله تقولي عايزه ورك فرخه وعايزه رجل فرخه وعايزه حاجات نيه كمان. طب بقول لك ايه، في واحد صاحبي جاي النهارده بس وحياه امك يا شيخه، يعني انا عايز الراجل ده يعيش عشان بحبه. تخين ولا رفيع؟ انت مالك انت تخين ولا رفيع؟ انت بتسالي ليه في حاجه زي كده؟ عشان انا فاشبع. انت تاكليه؟ ليه ليه ليه؟ ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده بيعمل لنا لايكات ويبقى تاكليه، بيعمل لنا لايكات بس مش مشترك في القناه، ففي الاخر ممكن اسيبك تاكليه. اتفقنا؟ مش هسيبه. ايه اللي مش هسيبه؟ هو على وصول دلوقتي وحياه امك ما تاكلهوش. بصي انا هجيب لك الاكل اللي انت عايزاه كله، هجيب لك رجول فراخ بقى ووراك فراخ وصدور فراخ، بصي وراس الفرخه هجيبها لك كمان. تعالي ننزل نستنى تحت. طب انا عايز اشرب شرب الدم. ايه؟ شرب الدم؟ شرب يعني شرب شرب ايه الشربه دي؟ عامله ازاي؟ فراوله؟ يعني مثلا كده اجي بس هات ايدك كده؟ لا 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 ابعدي عن ايدي، ابعدي عن ايدي عشان بعمل بيها الاكل. ايدي دي الاكل والشرب بس. وبعدين الاكل ايه اللي ايدي جديد؟ مفيش الكلام ده، سيبيني سيبيني ايدي وانت عندك ايدين، عايزك بطاره ايدي كمان. وبعدين اللي بياكل رجول الناس بيطلع له رجل زياده، تعرفيش كده؟ ازاي يعني مثلا انت علي يا مرزا كريم؟ اهو وصل وصل، تعال يا ويلكم يا ويلكم، منور. انا جيت بيتكم المعفن ده، السلام عليكم، طبخين النهارده؟ معلش معلش ما لكش دعوه بيه، احنا ما بنطبخش، احنا بناكل الاكل من غير ما نطبخ. دليفري؟ لا بنجيب الاكل بس ما بنطبخوش. اما انا اطفح ايه؟ امشي يعني امشي وامشي؟ لا خلاص هنجيب لك، هنجيب لك دلوقتي هديه. هو دخول الحمام ازاي؟ خروج افتكيح بسيا سندريلا، خدي خدي على فوق قدامي. اوعى وليا اوعى رجلك رجلك لا ده نظيفه رجلك. ايه ده؟ رجلك هو قصده انت متوسخه؟ مش قصده انت متوسخه؟ قريب. طب بس ايه؟ ايه؟ كاتش عليه كلام يا شادي، اللي كاتش عليه انت اللي كاتش عليه، ده عايز يهرب وجايب هديه. هات الهديه يا وهم، هات الهديه. قالوا اتفضلوا اتفضلوا بيتكم مطرحكم، اتفضلوا. ما هو اصلا بيتنا، انت اللي جاي هنا. اتفضلوا 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 اتفضلوا، معلش ما روقناش معلش. روح هات له حاجه ساقعه، روح هات له حاجه ساقعه كده ولا حاجه. اتفضل يا نمي، تعالى هنا تعالى هنا البيت ده، تعالى اتفضل هنا اتفضل، حط الايديه هنا. ايه في الباب ده؟ ايه في الباب ده؟ اهو. طب انت بتزعق ليه؟ طالما قفلت الباب اهو، حط حط الايديه هنا. جايب لنا ايه؟ اهو ايفون. ايفون؟ ايه ده؟ مش ايفون يا عم، ده يا عم جايب لي بدله وانا رايح اتجوز. بس احسن تسمعني. ايه اللي على التشست بليد ده والبس بتاع دي؟ بعدين يا حبيبي تسمعني يا بابا، انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ انت فك ايام زمان راحت لحالها، دلوقتي انا لما بقول هتجوز يعني هتجوز، اعمل اللي انا عايزه. بص بعمل كل اللي نفسي فيه، انا راجل مسيطر، الراجل هو اللي يكون مسيطر دايما، وانت ما بتعرفش حاجه زي كده. هي جايه ها؟ ما تيجي يا حبيبي، وانا بيهمني انت مين اللي مسيطر؟ هو بيقول لي انا مسيطر على مراتي، قلت له ازاي؟ ازاي مراتك اللي تكون مسيطره عليك المفروض يعني؟ اهو جبت له شويه دم. لا انا مش عايزه، مش شبيه انت بس ما كيش دعوه بالراجل ده، الراجل ده طبعا. اهو شفت؟ قلت لك الراجل لازم يكون مسيطر. حاضر مش هنصحيك مش هنصحيك، شفت؟ انت يا دي مش كويسه على فكره. انا عارف يا عم، ده واكله واكله اربعه من اصحابي، ومش اخوها مش باين من امبارح، مش عارف كلته ولا راح فين. بقول لك ايه، تعالى ورايا، تعالى اتفضل اتفضل بيتك ومطرحك. ما انا عارف والله، والله منورني منورين. لا اله الا الله، ما انا عارف ان انا منور، انا عارف انت اللي منور. منورين يا اله الا الله، منورين والله منورين. يعني اتفضل رقم السر كام؟ معلش اربع اصفار. منورين والله والله منورين. الحمام الزباله. ايوه هنعمل باسورد الحمام. منورين منورين، تعالى تعالى اتفضل تعالى. ايوه اهو. طبعا انت عارف ان انا بقالي كتير غايب عن المدينه دي. ايوه بس انا خلاص قررت ان انا اجي استقر جنبك في اي بيت منتم من بيت المعفنه دي. ماشي بتوع العشوائيات يا اللي ساكنين في العشوائيات يا منتم يا معفن. ما قلتلكش ما قلتلكش مش في جيش هنا يا صابه، قالوا لنا انت تدفع حق الفلوس حق البيت ده ومفيش حد هيجي يدفن هنا، فما ينفعش يا اخويا. كان نفسي والله، بس انت هتجيب لنا مشاكل ومصايب كتير كده. بيت بيت ايه؟ بيت اللي قالوا ما ينفعش ده وده واللي جنبه واللي وراهم، عشان احنا دول الاربعه بتوعنا. بس ده يعني البيت ده؟ اه البيت ده؟ اه اهو. ليه 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 كده؟ ليه استفدت ايه؟ قول لي استفدت. اهو والله انا ما يهمنيش حد. ما تهمكش حد، انا هجيب لك اللي ما بيرحمش. تعال فين اللي بيفجر؟ اهو في الشارع اهو، فجر البيت. فجرت البيت ده؟ بيقول لي ما يهمنيش حد، بيقول لي ما يهمنيش حد، ومراتك دي بلطجيه. انتوا جايين في نغش. اه انت يرضيك. بص يا باشا، اولا انا بس ايه بقول لك ان احنا ما بيهمناش الكلام ده الفاضي ده. بص خد اتفضل هنطير هنطير اتفضل صواريخ. سيبك بقى من الولايه دي. ما انا ما بعرفش اطير، ما اتعلمتش الطيران وانا صغير. اتعلمتش الطيران ليه؟ ما عندكش ايد؟ مراتي قالت لي لو طرت هنفخك.
وانا ما بسمع كلام مراتي انت عارف عشان هي مسيطرة. طب ممكن تعلمني طيران؟ جبت لك عربية. من جبت عربية اللي بتمشي على الأرض؟ اه عربية كبيرة أوي. ولا لعبة؟ لا كبيرة. كبيرة من اللي بتسوق بيب بيب؟ بي بي. ايه؟ بقول لك ايه، انا عايزك في كلمتين على انفراد، تعالى. بيقول لك على انفراد، يعني انت روح حضر لنا الأكل ورمي الراجل ده فرايد تشيكن من المحمرة. طيب لما راجل بس يمشي. ايه؟ بقول لك ايه؟ يعني انا ملاحظ كده ان انت بتتهان وبتتهزق. ايوه. وان انت مالكش قيمة. ايوه. ماشي ونت ديك على دماغك. ايوه. حقيقة. الشبشب. حقيقة. مش عارف انت الشبشب ب 10 جنيه ده اللي هو بجلده ده اللي هو تشك على لا لا انت مش فاهم، ما انا قلت لها قدام الناس لما اكون بصور ما تضربنيش بالشبشب، ما تضربنيش بالشبشب وانا بصور. انا سمعت اقاويل بتقول ان بيسمعوا صياحك وانت بتتضرب. مين دول؟ ما حد، انا بكون ما بصورش وحد بيصيح ما بكون يا نهار اسود لو كنت صورتني ونزلت على تيك توك. طب اقول لك كده خمسه وجاي لك ثواني. انت يا بنت انت بتصورني وانت بتضربيني؟ اه هي اللي بصورتني، هتعمل ايه عايزه يا حر؟ مالكش دعوه. تعالى اتفضل تعالى تعالى. بص نو اخر ولادي مجنونه. أيوة. احنا نوديها سجن. كم السلام عليكم وبركاته. ماشي اخوها اهو اهو بخير اهو الحمد لله. آه يا عم سامع صوتك من اخر الشاي ولا طلعت بس طلع ده كان الصوت اللي كان امبارح ده. اه انا افتكرت وزه بتضرب بس طلع هو. تعالى كم كسبنا كم الكلام نقول وبتقول ايه؟ ماشي فالمهم احنا ناخدها نقول لها ان احنا نوديها ديزني لاند. ماشي ونوم ايه ودينها على السجن. سجن بقى بقى اسكت، مش لسه كنتها قبل كده وهربت من السجن كنت هتاكلني؟ لا ما احنا نعمل ثانيه بس هي تمشي بس هتمشي يا وليه من هنا يا وليه. شوف مسيطر ازاي عشان انت موجود بس اللي بتسمع كلامك. وليه يا ابن كلمك معلش انا اسف. اتفضل قلت له ايه؟ لا من الواضح ان انت راجل جدا جامد الحمد لله. راجل كده الحمد لله. مهم انا ابو اخر انا المره دي انت مش لوحدك انا معاك وهساعدك عند ربنا على الظالم. ماشي المهم انا هاخد الشقه ديت هاخدها اعيش فيها. طب ممكن استفسار ممكن بعد اذنك؟ نعم. طب دلوقتي انت عندك مدينه تانية، يعني هي لو فكرت تغدر بينا او هربت فانت هتهرب تروح مدينه تانية، انا هروح فين؟ انت بقى يتولى لك ربنا بدل ما انت بتصيح زي البطه كده كل يوم. بس ربي بتحبني ويل ويه 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 طول الليل في ايه يا عم كان بتضربني كل عشان خاطر كلت بس صدر الفرخه انت عارف. انا بقول لك ايه الله المعين انا هدي لك دلوقتي حاجه تخلط كوبايه العصير بتاعتها. ماشي خليها تشربها وبعدين اسجنها. اتفضل. طيب ماشي هوفلها ديت وهي هيغمن عليها انا هناخدها نوديها السجن. الله يبارك لك ربنا يبارك لك يا شيخ ربنا يعمر بيتك يا رب يا رب. البيت ده ماشي تعيش انت واعمل اللي انت نفسك فيه حبيبي. المدينه مدينتك يا راحت فين يا رب يا رب تكون ماتت يا رب لما الفلاح عشتنا كده. سندريلا الراجل ده جايب لك عصير عصير برتقان وجزر وجوافه ومانجا مضروبين مع بعض كده كاكتيل. بصي هتشربيه من هنا وهتبقى عندي قوه خارقه مخرقه كبيره. يلا شرب. قولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ الله ده عصير النار. حلو حلو عجبك؟ جميل عصير جميل. برتقان تعالي بقى تعالي. عمر تعالي نروح نشوف اخوك كده. ما خلاص بقى ما انت شفت العصير. اه حاسه بطاقه. مش حاسه ان انت داخله ولا حاجه؟ لا لا خالص خالص بس خلص. انا عايزه بس اقول لسيف حاجه. اه تقولي لي سيف ايه؟ اللي اكلت منه حتى ترك. ايه؟ يعني هو بغير ورك دلوقتي؟ لا ربنا يرحمه يا رب. طب بقول لك ايه؟ بص هو كيكه عرفنا ما تاكليه كله على بعضه وما تزهقناش. لا لا ده اخويا مهما كان. لا اخوك اه. بص عينين بس عشان حاسه ان انا مصدعه. ايه حاسه ان انت مصدعه؟ طب الحمد لله جاب مفعول الحمد لله. طب انا خمسه وجاي لك خمسه وجاي لك. ماشي 60 داهيه. بس دلوقتي مصدعه فاحنا نجهز لها سجن اللافا ونحبسها فيه وبكده خلاص هتموت بقى يا اما تتعالج بقى نشوف لها حل في مصيبتها السودا دي. الراجل ده سوحني ولا ايه؟ يا رب يا كريم يا رب. بقول لك ايه يا ابني انا مصدعه. انا قلت ان البيت ده بتاعي. ما بتقول ما انا جاي اقول لك اللي حاصل. يا ابني اتخلينا نفجره. ليه؟ ليه تفجره ليه؟ ما هو بتاعك. الله بقوم بدور افرض حد ما كانش موجود اقوم بدوره. مين اللي هتقوم بدوره؟ اه عرفت ليه؟ ما هو بلطجي هيبقى اتنين بلطجيه في الجيم. ليه؟ بس ايه رايك؟ ديكور عالمي. عالمي ايه؟ ايه اللي عالمي؟ انت شخرمت البيت خالص. متشخرم ليه؟ المهم يعني لولا شربت لولا شربت ومصدعه ايه بقى اللي انت شربتولها ده؟ طب 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 بص خد 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 انت هوريك بقى ايه ده بقى ده طعمه الحقيقي. اشرب ده كده بص إيه ده يدلع عليك ده بقى ده بص بقى اشرب ينسيك الضرب اللي انت ضربته.
ولا اقول لك استنى 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 خد خد ده كمان خد ده كمان خد ده كمان خد ده حلو. اشرب الاثنين. اشرب ده الاول. ايوه ايوه الله. بص لي كده بص لي كده بص لي بص لي شايفك بص لي انت انت بص. انا شايفك دلوقتي. عد لي من واحد لحد عشرة لو انت شاطر. واحد ونص اتنين انت فين؟ تلاتة في كل حتة. مش شايفك انت فين؟ عايز تحاربوا زي الاخس؟ اصحى حضرت لي الفطار. ايه ده؟ احنا فين؟ احنا فين المكان الغريب ده؟ انت عملت فينا ايه؟ الله يخرب بيتك. انا هحضره لك بس لما تموت مني. هو مين ده اللي هتحضريه؟ يعني يا باسم شربت لي العصير وكمان غفلك وجابك معايا يا عبيط. يا بنتي ده مش عصير، ده كان مديني شويه لبن اشربهم وبعدين لقيت الدنيا بتلف بيا ما تلاقيتش نفسي غير هنا. هو انت طب وانت جيتي هنا ازاي؟ معرفش، انا شربت العصير لقيت نفسي اغمى عليا لقيت نفسي هنا. طب انت مش قويه؟ ما كسرنا الحاجات دي طلعيها من هنا. انت وسندريلا متحوله، سندريلا العملاقه كسرنا. قويه مين؟ قويه مين؟ انا تعبانه قوي اصلا. طب يعني ايه تعبانه قوي؟ هو اداكي حاجه غير اللي انا شربتها؟ ادانا ده لبن واداكي انت عصير برتقال. هو حطينا في عصير. انت قوي مش انت راجل؟ يلا كسر. بتحرجيني يعني؟ بعدين انت اللي مسيطره، يبقى انت اللي تخرجيني من هنا. ليه؟ شايف اسمي باسم؟ يلا كسر. كسر ايه؟ كسر 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 في عضم وشك يا شيخ. طب احنا هنعمل تصرف معايا التليفون، هنتصرف ازاي دلوقتي؟ يعني التليفون ده هو اللي هينفعك اكيد يعني، بس مش في شبكه. مفيش، لسه كنت هقول لك مفيش شبكه، هتصرف ازاي؟ ايه ده؟ انا بصي بصي بتحرك بسرعه، بس مش قادر اتحرك، مش عارف مالي. بصي بصي دراعك بيعمل ازاي؟ بصي شايفه؟ انا دراعي الشل، انا شليت. انا هتحرك ازاي دلوقتي؟ انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ انا جعان جعان. طب وانا جعانه، طب تيجي نشرب لك ميه؟ الله يبارك له الراجل ده. انت عارفه ان الراجل ده ممكن يكون بيعالجنا؟ مو والله ممكن يكون بيعالجنا. مش انا قلت لك لو احنا قعدنا 7 ايام من غير ما احنا ناكل لحمه نيه هنتعالج؟ اه ممكن يكون هو بيعالجنا. معلش اسمها ايه؟ لافا. لافا يعني دلوقتي ودلوقتي ورومانسيه وبتاع. بصي انا هتفق معاك اخرج من هنا بس بشرط ايه؟ لما نطلع من هنا انا اللي اكون رب مسيطر، يعني ما تزعقيش تاني. لو زعقتي تاني هشلفط لك وشك. فانا انت بتزعق لمين كده؟ طب انا بزعلك انت، وريني هتعملي ايه بقى؟ انا كده كده اصلا متشلت، وانت مش انا مفيش حاجه بتتكلم فيها غير بقي، هو بقي بس اللي سليم. هنخرج ازاي؟ هنخرج ازاي؟ يا باسم قوي قوي، طب جرب كده تكسره. ما اكسر يا بنتي اكسر ايه؟ بقول لك انا اتشليت، انا اصلا مش عارف المس، انا حاسس ان الحديد اصلا ما بيتلمس، والارض نفس الكلام. هو شربك ايه؟ هو العالم ده عالم ايه ده؟ انت شايف البركان شكلها عامل ازاي؟ اللي هياكلها حبسنا في عالم النظر. لا لا يا باسم، عالم النظر عمره ما بيكون كده. اما هيكون ازاي يعني؟ اهلا بيكو. يا ويلكم يا ويلكم. انت شربتنا ايه؟ مبسوطين معانا هنا؟ وعامل لي فيها راجل طيب، وانت طلعت شرير. ده صح ده صاحبي ولا اعرفه؟ مش عارف ده خدعني. اتكلم معاك ولا مع الولية؟ اتكلم مع الراجل. ايه ده؟ ايه؟ عايز ايه بقى؟ ايه ده؟ انت مش شايفني ولا ايه؟ ايه الاخراج ده؟ انا الراجل. اتكلم معايا انا. ايه؟ انا ابو اخر. ايوه. انت محتاج تعرف انا مين. مين؟ يا ابنكم شكل المحنكين. طب انا نفسي اخرج من هنا، والله العظيم هسمع كلامكم عاملكم ان انتوا نفسكوا فيه، بس طلعني من هنا. عايز تخرج؟ عايز تخرج؟ طب هو انت عارف ان انت اصلا مش في العالم الطبيعي؟ يعني انت عارف ان مفيش مفر من هنا؟ حتى لو انت خرجت من الحبس ده يا بص اهو. انا اكسرك دي تساعدك ايه؟ يلا اكس اساعدني ازاي اصلا؟ انا مش عارف المسك، مش عارف اضربك. انت نفسك انت عملت فيها ايه؟ طيب شربتني ايه؟ انا اللي انا اديتهولك كان حاجه مخدره، ولما جبتك هنا رحت مديلك احنه كده. الاحنه دي يعني بوظتها خالص، لا هتعرف تضرب ولا هتعرف تكسر ولا هتعرف كرك، بس البلوكه اللي تحتك دي ولا هتعرف تعمل اي حاجه. انت اديتني الحوار دي في دراعي صح؟ اه ايوه نعم. ايه يعني في دراعي؟ طب ايوه نعم. طب انتوا المطلوب مني ايه؟ او انتوا عملتوا فيها كده ليه؟ المطلوب منك ايوه، المطلوب منك ان احنا ناخد الولايه دي نقطعها اجزاء. لا لا تقطع مين اجزاء يا عم؟ انت عبيط، دي مراتي. انا ممكن انا ممكن ثانيه. انت مش بتكلم؟ بقول لك ايه، انا عليا النعمه لو الست دي حد لمسها ولا حد اقرب لها هدغدغ لك السجن ده على اللي فيه، وهدغدغك انت شخصيا وهنتقم منك. انا قلت لك اهو. هتدغدغني؟ ايوه. هتدغدغني؟ طب اهو انا اسف. طيب طب خلاص، عيل صغير وغلط، عيل صغير وغلط والله. سامحني سامحني. خرجنا نبو اخر نبو اخر. احنا هناخد دماغ الوليه دي ماشي، نحطه في جسم ولايه ثانيه، وناخد جسم الولايه الثانيه نحطه في الولايه دي. يعني ايه؟ موافق واخرجكم. يعني نبو اخر هنعمل عمليه تبادل ادمغه.
هتجيبولي واحدة دماغها حلوة؟ دي مالكيش على الطوار خالص؟ لو دماغها مش عارفة بس انت عارف كده عايز اقول لك على حاجة بس ثابت لو هتجيب لي واحدة ما بتضربنيش ماشي انا موافق لا من حيث هي ما بتضربكش هي مش هتضرب طب ماشي هي هتلسوع لا لا هتلسوع ايه دي بتضربني ضرب قليل شوية لا مش هتلسوع بايديها امال ايه؟ ترمينار لا 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 والنبي اوعى لا نار. مش لبالي مش لبالي خلاص طب بص هعمل لك كل اللي انت نفسك فيه بس والنبي طلعني من هنا هسمع كلامك هسيب المدينه دي كلها وامشي من هنا خالص والله انا هدي لك 3 دقايق تفكر فيه اي 3 دقايق دول لو خلصوا هاجي هموتك انت الاول وبعدين اموتها هي سلام عليكم سلام هنتصرف ازاي دلوقتي انا عرفت المشروب اللي شربوه لنا ده ايه ده مشروب من السيريليوز والسيليوز ده مشروب مخدر بيخليني ان انا اقدر ان انا ما اضربش ولا اتحرك من مكاني واكون ضعيف واكيد انت خدت نفس المشروب ده فشباب تاكدوا تعملوا لايك شكوا فكرات فعلوا الجرس احنا ممكن نطلع من هنا ازاي ايه الحل احنا ممكن عشان نطلع من هنا